لأمتنا تعازينا ودمع في مآقينا وآلام تمزقنا تصبحنا تمسينا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحمد سوجينا كتابك خذ عقيدتك من الكتاب والسنة الصحيحة فحن قارهان كدحك نيس آشا صدن يتضبات شوابت إذا دحديدا تواصل كان كدحك ني تواصل كميت بنان يميدان بنانين أقيب سما ميت كيب بنانا صدق وهالبان صوشيك ني إن لغو تواصلو أسماء إلهي إيا صفات ديسا إيا إن لغو تواصلو عمل صالح وضعه سما يدي ميت صدق هذا كيرو وصوص عدا وقف نول oo wanaag iyo la kacabsado malayna inaa tiraa ilaahay ii bari kaasna waa banaaya waa soo socda marka hadda wuxuu dhex galiyay tawassulka aan banaaneen oo tawassul dadka gabal ku magacaabaan waana baadil at-tawassulu tawassulka al-mamnuu la diiday wuu du'aul amwaati du'aul in la gudaal rabaa hamsada du'aul amwaati waa kuwa dhinto la bariyo وطلب الحاجات إيا إن دانها لغا دالبادو منهم كوا بنتاي التواصل تواصلك تواصلك الممنوع الذي دي هذا المحل انتس وحوان وحوان التواصل تواصلك تواصلك الممنوع الذي دي هذا المحل ما شاء الله رهد الله وهو تواصلك الذي دي دعاء الأموات وكوا بنتو الله بريو وطلب الحاجات يضنها ان لغا طلبوا منهم كو دنت او قف دنت لرا روب لغا طلبوا المها لغا طلبوا رزقا سلاس ويا كما هو واقع اليوم ما انت سيده جرتا سيده تايوي ما انت ضربن قبره اغدوبيه ضربن قبره اغدوبيه كما هو ارنك سيده ياهي واقع اليوم ما انت سيده جرتا واقع على ارنت مركاس كو جرتا arinta markaas taagan kama huwa arigu sidoo yahay waaqicu yawmi maanta sida jirta wa huwa tawassul kaanu shirku wa qalnimo akbaru oo weyn badan wa qalnimada weyn islaamka looga baxay wa istighatha bi ghayrillah alla qayrkiisa laga gargaar dalba weey magciyanta laga bedela tawassul loo bixina magacana waxba ma taro maradi xaqiiqada shaygu uu shay munkar yahay magac qurxoon u bixiday waxba u tarimayo التواصل تواصلك الممنوع الذي ذا هذا محله وهو تواصلك الذي دعاء الأموات وقوة انتون لطوغ وضرب الحاجات يضنها إلا قد ضلبوا منهم قوة انتين ضربوا أبلغ كما هو أرنك سيدو ياهي واقع اليوم ما أنت سيدة جرت وهو تواصلك وممنوع وأهميد لبريو شرك وشرك شرك وأكبر وي لقول إلى قولك سيد دليل إنه شرك ياهي تعالى إلى واصر إياه إلى وقر ولا تدعو هطوب وهعابد من دون الله ألا كسوك الحال وهذا ما شيء لا ينفعك أن وحكو تري ويدال عابد أن وحكو تري كريم ولا يضرك أن كدبك ندك إلى ذلك سيستبيده فإن فعلت هطاب سميده أو ألا قيرك سوح أن در ينعف كيري كريم أد عابد بريده فإنك أدقى من إذن مركات بريده من الظالمين المشركين تتمت ولا تدعو هعابدين هطوغين وهويران من دون الله ألا كسوك يحالو هذا ما شيء لا ينفعك أن وحكو ترين هداد عابدو ولا يضرك أن كدبين فإن فعلت هداد سمايدو أو الله اتكسوك إذا أو أن نعفنا كيري كريم بمنا إلي كريم أطوغتود عابدو فإنك هذا إذن مركز أطوغتي من الظالمين المشركين تتكمتا ظالمين تكون فصلة أي من المشركين تتكمتا اما التواصل تواصل بجاه رسول الله تواصل صلى الله عليه وسلم الى النبي جاهي سحوسي الى النبي فضل سحوسي تاسو ما بنا شركنا ما هو بدعه وذنب بدعهم قال لما ضمن وكيري قال لما كسوكيه
لكن هو دنبي دنبينا قير ماله وشر دنبيو نار لغو قلا مركا هو دنبي او انقال ماذا قاسيسينو قيروا اما التواصل لغو تواصلو بجاه الرسول الرسول كجاهيس صلى الله عليه وسلم كقولك سيدا انا اتراه وكلا يا رب ربي قيقيو بجاه محمد محمد جاهيسا كغو تواصله اشفني عاف انا اتراه وكلا يا رب ربي قيقيو انا اتراه وكلا بجاه محمد كغو تواصله اشفني عاف معنا اتواصل اليك وكغو تواصله بجاه محمد اشفني عاف فهذا النعان بالعات وبدعو هذا بدعنا ما بنانا وبدعو لأن الصحابة الصحابة لم يفعلوه ما سمعي نبي قم مرده حديث بين بين أبو رهو تطلق قبل أسماء استيره كيره بين ها بين بين وأن نبي قل لهم وأن صحابة الشيخين وأيه ويسمعين تواصلوا بجاهي فإن جاهي عند الله العظيم أي رادي ها نبي قل إليه إنا لله وإنا إليه راجعون نبي قل صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وحديث متواتر البخاري ومسلم غير كسي وريه قف كايغا بين شيغا اسغو اوك او قستيا ناتو كديا صد بوسكو كدغي لها ماركا وبنابور الى وعبس وبنابور بنانك اسك يا لوي كاس ودوكتهي والخاد ده و خوغينا فهذا نوع عن بدعه وبدعه لما صحابه الصحابه لم يفعلوه نوع عن مصمين ولان عمر مده كلا عمر تواصل وكو تواصل بالعباس عباس حيا حال يهمتنول بدعائه دعائه تواصل عبارة عبارة وقت عمر بن الخطاب عمر نوي جوجا مساجد كي نبي او نبي كو اك اسيه مركه لا ربا مركه ابارتاس ان لغه بخور روب لهلو waxaa la isleeyahay hadii ilaahay lagu bari ilaahay waa aqbala lagu rajada badiyaha ilaahay lagu bariya nabiga jahi sahday banana lehe meel kale umar ma lehdeen ee wuxuu dhila allah nabiga jahi san ku barina nagu waraab madhina abbas oo nabiga adeerkiisa saxaabi ah uu yiri ilaahay bari ha markaas uu aaminsan soo wajidi haddu banaalaha marka nabiga jahi san lagu tawasul abbas ma aadi il abbas ya nabigu ma sinne ee wuxuu nabiga uga leexday mar haddu dhintay kadib lagu ma tawasul karo laakin nabigu markuu joogo abaar markay dhacdo saxaabada nabiga idii jir ilaahay noo bari illa asaga ducadiisa loogu rajabaday illa aqbale wala anna umara umar tawassala wa ku tawassala bil abbas hayyan halu yahmidki nool bi ducaa bariyadiisa wala am yatawassal kuma tawassulin bir rasuli rasulka ba'da mawti dimashid saka gada nabiga ila markuu ofsaday kadib kuma tawassulin jahis ya fadligis kuma tawassulin wala am yatawassal kuma tawassulin bir rasuli بعد موت بمشدي سكذا وهذا التواصل التواصل كان وجهه يفضلك قد يؤدي الى غارسيا لاركا لشرك شرك سو اصل شرك معها اي و بدع لكن قفكه وحد عدا انه سو او سي سخدن تحت بدو شرك او غارسيو تاسد اي كارتا وذلك شرك غارسين تونا اذا اعتقد ومرك عقيديو ان الله الله محتاج انه ياهي ميد او باهان لواسطة بشر بشر إنه قد حي هدو أب عقيدي الله مركي دان لغاية شو إنا دان تسلقه هيري كرين هدان بشر رسيم ماري هدو سياس عقيدي وشرك أكبر أو مخلوق كشبه إلهي أو إذا مدحوينيها قفك دان كالو عارية قفك شعبك هدو مدحوينيها دان كي يشو وسكيبه تيجي كارو إيو سيخي دي سيادتك مرح دا الله شقي متك مدو إلو إرادة ونيو إيجا إرقي مدحوينيها دان تاسان كاليه إيجي marka saas oo kale inuu alla yahay haduu aamino qofkaas uu mushrik weey ilaahay wuxuu isku shabay madaxweyne madaxweynaha fiiri shacabka uu xukumo ma oga hadaan loo soo sheegin waa qof jahligi saas makhluuq oo dhan guriga saas wax ka dhacay uu san qaar ogeey shacabkaas waxa ka dhacay ma oga laakin ilaahay meel walba ku ogeey madaxweynaha hadaan u tagi warkaagi ma gaarsiin karti abada la xariiri laakin meel ka soo ka dhaw ilaahay waa ku maqla madaxweynaha taan la qalqalno dhawr qof kaan dhibaateysan wax u qabo kuuna xariisama ilaahi weyn waa arhamur rahimin marka wax lagu sheego maaha ilaahi uma baahna in inim dhaxayda oo baryada la sii marsiyo marka lagu meesheebo ilaahi madaxweynayaal jaa'il wadaalika gaarsiinta tawassulka shirkiga gaarsiina idaa taqada wa marku aqideeyo anallaah allah muhtaaj midu baahinu yahay li wasitati basharin bashar inuu u dhaxayo asaga dadka bariya كل امير وذلك مثال كل امير وامير كوكله يا ول حاكم حاكم كوكله كحاكم كومده حكومه يا اميرك او كهوسيه كو واسو كله كو واسو كله حاكم كسر امده حكومه
أميرك كواس وسيره دي سوكالة وسيره دي سوكالة لأنه قفك كل شبه حاكمك إي أميرك لأنه قفك أسو شبه وشبه الخالق اللي خالقها بالمخلوق مخلوق كل شبه إلهي وحوين هاصل لغاية مخلوق أسجل لغاية كل سوغي وإلهي كل شبه مخلوق أسو إلهي كل شبه قفك مخلوق إلهي كل شبه أنا واب قالوها لأنه قف كاسو شبه وشبه الخالق اللي خالقها بالمخلوق مخلوق كل شبه ولمعرفة المزيد ويرشيخ وعربا كتاب مسألة أب وقاحد لأنه كوت المام أو كلا هذا أنا وحيرا نكون شيغي دارت مسألة أن أتكدركتو كتاب كهيب له أولاد أب أخري كتاب كاسد علمي بدن كلي هذا مسألة أنكو صابس أنه كلا عربا ما قاسوني ولمعرفة المزيد أقان إيرات ومن التفاصيل كرسار سار ديال إيو أدلة هذا الموضوع موضوع عن أدلة ديسة يراجع وحلوه اللعبنا رسالة الغمق عابو التواصل تواصل إيو أحكامه رسالة التواصل وأحكامه تواصل كي أحكام تيسة رسالة ديكا الليلي إيو أنواع يالكي صلى الشيخ الألباني أو شيخ ناصر دون ألباني أولي هل كاتا الله اللعبنا ولمعرفة المزيد أقام غير هذا الدرتين ومن التفاصيل كالسرسار ديالة إيو أدلة هذا الموضوع موضوع عن تواصل كأدلة ديسة يراجع وحا الله لابنا رسالة التواصل وأحكامه وأنواعه رسالة لغا التواصل كأي أحكام تيسة ينعيال كيسة للشيك الألباني الشيخ الألباني وسكري السؤال 38 سؤال صدن يسيدي هل يحتاج الدعاء بريضا من لوغو باهن يهي لواسطة بشر بشر إنه أدحي يقفك يا الله مركا إله لبريا من لوغو باهن يبريضا إن رسيما سي بشر مستوص إلهي الله بريا مستوص إلهي الله بريا الجواب 38 جواب تصدن يا سيدي ذيذا لا يحتاج الدعاء بريضا لوغو ما باهن لواسطة بشر بشر إنه أدحي أدونك يا الله لو ما بحنا لواسطة بشر بشر إنه وصدي لو ما بحنا لقول إله قولك سو دليل تعالى إلهي واصر إياه إله وغيري وإذا سألك عبادي أدو مذيذو هديكو ويديان عني عني حقيق وإيكو إرادان ربكين من نور دوي أهو اسمع خبرنا ربي وحاسي ربي وحاسي ربي وحاسي ما سوى أنك فقيا وأقيل إنها يا تواب تب علينا يا تواب كرم يا عقيلنا هو أنك فوقي حتى أطمدك ويديا فإني أنك قريب وأدوهي وأدوهي وأغهي ومقلا وأركا إلهي ما أمبهنا إذا أنا أصيب مرته قد بريد وإذا سألك هذيك ويديان إذا دي أدو مدهيدا إلهي النبي الله الله نبي وهذي أدو مدهيدا عني حكي وحكا ويديانك إلا دان مدوي ومواصن الله برينا ما نطوغا إنه بسوى أنك فوق يواقعي لنا فإني أنا قريب وأدو إيه وقوله وقوله واي لقوله تعالى إيكو عطفانته مركة تنوى إلا واصلك وقوله وحيو دليل إنا واسد الله بانا إن الله نودوي إنا مقلع وقوله نبي قول كيسو صلى الله عليه وسلم أو نبي ويري إنكم إذنك صحابة قبل كل أطواق قالوا يا أيها الناس أرجعوا على أنفسك ورنبتي نقولنا حريست ورنبتي نقولهم هي إنكم إذنك تدعون واحد بري أيضان سميعا الله مقل بضان قريبا دوان بضان وهو معكم ألا وين لا ترى أي بعلمي وين أقل علم يسونك لا ترى معنى الضمضة ألا كنت أحكي له علم يسونك لا ترى وين أقل وين أركا وين مقل رواه مسلم أولي مرك إلهي توسك ومريا توسك بري السؤال 39 سؤال شصدن يا صغالي هل يجوز مبنائي ضلب الدعاء بريو إن لقد ضلبضو من الأحياء ضدك النول ضدك النول أي صالحين تا مالبيك على إلهي بري والله بيك روا هل يجوز مبنائي ضلب الدعاء بريو إن لقد ضلبضو أولي إلهي بري من الأحياء ضدك النول الجواب 39 جواب تصدن يا سقال إذا يجوز وابنان يهي ضلب الدعاء الدعاء إن لقد ضلبضو من الأحياء الضدك النول نول لا الأموات كوة انت مديك انت قبل أجساكتو
إلهي إبر ما ديكرت عملك سواء بطمار ياكو يلحقو إلهي كصبرية وضعيف حديثك لا ذاتك لنتي قرابة دودة أعماش سمعيان الله بندقا هذا قير كو أركان وكو فرحان هذا يدب كو أركان وسود عيان وحديث ضعيف مركا ضعيف دينها كدنا ضعيف دينها كدنا الجواب التاسع والثلاثون جواب تصدن يا سقال إذا يجوز وحبنا ضرب الدعاء بريو إن لقد ضلبضو من الأحياء ذاتك النولنو للأموات كوار للتنمية قال تعالى إلى وغيري يخاطب أصغو إلهي الله أطلع الرسول رسولك حيا الحال رسولك أحمد نول رسولك مركو نولا يا رب الله إبلاي مركاس ربي وغيري واستغفر دنب داف ضلب للذنب كالذنب كاك الدنب داف الضلب وللمؤمنين مؤمنين تنقود دنب داف ضلب والمؤمنات قبلها مؤمنات كانوا قدام بالأفضل كان النبي قال لكم حي وحال الأمر إنه أدعي إنه أدعي رحق مؤمنين قبلها مؤمنات مركا قفك حي قاهي ونابسين إله إبر والديك واستغفر دافتان الضلب لذنبك ذنبك وللمؤمنين رحق مؤمنين تانا قدام بالأفضل والمؤمنات قبلها مؤمنات كان قدام بالأفضل وفي الحديث حديثك وحاكو السقام حديثك الصحيح صحيحة الذي حديثك رواه الترمذي الترمذي أوريه أن الرجل من كاسو برير البصر إن ضي لا من إن ضلا من كاسو برير البصر إن ضلا أتى النبي أويه صلى الله عليه وسلم من إن ضارها النبي أويه أن الرجل من كاسو برير البصر إن ضلا أتى النبي أويه صلى الله عليه وسلم فقال وقد ادعو الله الله يبري أن يعافيني إن يعافي الله يبر انه يعافيه فركا مركا روب لو واي صحابه تو يما دنا بي جير الله يبر قف وراك لو تو مايته لو يما الله نو بر ان ليره يدوا بنان قف كيو نول او حي لين انت نغو يمدو الله يبر ها انه الله يعافيه انا رجل انن نن كاسو ضرير البصر ان ضلا اتى النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقيل ادعوا الله الله يبر ان يعافيني ان يعافيه ان يعافيه ما دور ما دين قف الله يبر لبير ما دين قف ما انو غرادات ربته وان كو بريا الله طرفتن صبر صار كان كو قيل بدا فركا قف وانا سنت لو يمهدو الله يبر ولا دي كره حد نولي السؤال الأربعون سؤال شافرتني ما هي محيطة واسطه الرسول رسولك واسطتي صلى الله عليه وسلم واسطه لبا وين ميد كميده واحد قفك ديدانا مسلم ماهنا واقع ميت كاميدانا واباطل قفك سوغانا واهل باطل واسطادة حقا واحد تاي دين تقارسين تيدا الله قفكو كر توس وما قادة كرعان مبقى اهين اي نبقى واني صومرت دينتو ويحي الدين الالهي انك الدين نوغت نقايي او الهي ودوري انا اصيغة كو عابدنو بريقا نبقى لك قادنا صلى الله عليه وسلم قف كيري دانو نبيك كما قاتت بريق كلان كقاتا قف كاسوا قال مسلم ما كوا ديجري وبادي يوبي وأهل التصوف أي ديجري حدثني قلبي عن ربي أنا قلبي جيجا إيوهرم ربي وجيش ربي أساس سوير أقلبي إليه وبعض وبعض التاس أو إن دين تنبيك لقى قاتا صلوات الله وسلام عليه ما بنانا ملكا إن لقى قاتا ودين النبي محمد لو سو ديبن نبي محمد مركي لا سو ديري كدب دين النبي محمد لو سو ديرين دين ما فاسو واسطه واجبه واسطه بعد كان وامد لغا سو ديغو امرك عابودايدو ان اد اسي مرت ادون اله ان اد اسي مرت او اعتراضه سادات كه دان لا سين مري اله بوته لو متي كر اعتراض وبعد اعتراضه واوي شعب قادر وي غرغار شعلمي وي غرغار oo tirada war ilaahay bari markaa tirada qofkii uu ramay inay booti lagu tii kare shacal ma yar ka soo dhamayna taasi mid dabadilka ma haye maayta wasidatu rasuulka wasidadi sallallahu alayhi wasallam aljawab al-40 wasidatu rasuulka wasidadi sallallahu alayhi wasallam hiya tabliq wa gaarsiin diinta inuu la soo gaarsiyo diinka dariiqo kale lagu ma qaadan karo nabiga dadka soo gaarsiyay nabiga saxaabada ka soo qaadeen saxaabadii tabiilka ka soo batay تابعيالك أطبعوا تابعينا كسوا بارتين إلا علماء دي أمغانا بارتين لغا سوء غير ساس الله كلا نحل دينك واسدة رسول رسولك واسدة دي صلى الله عليه وسلم
هي التبليغ وغارسينتا. قال تعالى الى وغيري يا ايها الرسول رسول كانوا بلغ غارسي دتك ما دينك انزل لسودجي اليك حقك لو سودجي من ربك حق ربك لغا سودجي دينك حق ربك لغا سودجي او اديك لوغو سودجي دتك سي غارسي كان نبيغا مبلغ هو دتك غارسي كدبنا وحا غارسينا دتك علماده هو دينتا سنغيا يا ايها الرسول رسول كانوا بلغ غارسي ما دينك انزل لسودجي اليك حقك لو سودجي من ربك حق ربك انا لغا سودجي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد اللهم قاتك النقو اللهم قاتك النقو جوابا حال وجوابا لقول صحابه صحابه قول كده صحابه ايو ويدو وير وردينك لا يسو ديباي ما يسو غارسي مركاسي waxay raadan nashhad waxan kam marqati kaayna annaka adiga qad ballaqta inad nasoo gaarsiday diinka alla ku soo dhibeenad soo gaarsiday an kam marqati kaayna markaasu nabiga allah masha ilaah marqati kan noo inay marqati ka yihiin inan gaasi oo adiga waajibkaad saartay an gudti waqaal nabiga xuri sallallahu alayhi wasallam allah masha ilaah marqati kan noo jawaban halu jawaabi oo nabiga hadal kaasi yiri li qawli sahaba sahabaad qawlkeedu ka jawaabay oo saxaabada nabiga weydiiyay wuxuu yiri waynin warbayni soo gaarsiye maxaad leedeen haddo markaasina nashhadu waxaan ka marqati kaayna annaka adiga nabi maxamed oo qad ballaqta ina diinki dadka gaarsiiday rawa muslim wari as-su'al al-hadi wal 40 su'a shafarta ya kobayda mimman ahad kaba matlubu kadal bayna shafa'at ar-rasul rasulka shafa'ati sallallahu alayhi wasallam shafa'ada siddat nuwe nabigu wa shafi'a marka sallallahu alayhi wasallam shafa'ada siddat nuwe nabigu wa shafi'a kuwa ugu weyn asagaaba shafi'a in addoomada la kala qabmiyo maalinka qiyaamaha iyo jannada in la furo iyo nabiga iba gaa u taataa qaarna waa la wadaaga nabiyalka kale iyo waxa weyn malaa'igta iyo shuhadada iyo saqiirada iyo way la wadaaga qaarna nabiga iba gaa u taa shafaacadu laakiin shafaacada si yaa laga dalbada yaa laga dalbada ma nabiga laga shafaa nabiga uu shafiic miyey leeyahay adoo adduunka joog asaguna aakhira uu jiro nabiga ma weydiisay kirti ma weydiisay kirti adoo adduunka joog nabiga aakhira joog aakhira ma ka soo tartaa waa baab kale waa banaanta in dadku ay tan nabiga u tagaa yiraahdaan ilaahay noogu irbi laakiin adoo adduunka joog nabiga aakhira jiro in aad tiraahdo ii ergeen nabiga soo baro waa dalaal kaleega digay allaah weydiisay shafaacad مما نحت كيبا نطلوبو كدل بينا شفاعة رسول الرسول كشفاعة صلى الله عليه وسلم الجواب الحادي والاربعون نطلوبو وطل بينا شفاعة رسول الرسول كإرقين تيسا من الله الله كدل بينا الله ويديسينا الله وحلامنا هاي إلهي يو وحد نغمد نكتا هو النبي محمد الشفيعي إلهي نقود دار أن لهم الله تويديسي الله اسكالي نطلوبو شفاعة شفاعة وطل بينا نطلب وطلب بينا شفاعة الرسول رسولك شفاعة سي إرجنتيس وطلب بينا رسولك شفاعة سي إرجنتيس وطلب بينا من الله الله كطلب بينا قال تعالى لو قل قلنا نبي صوبنا لله الله يسمع الشفاعة إرجنت جميعا بما حالك شفاعة من الله إسكال نبي قمرك إرجيني إلهي باكو كرامينا نبي قف كاس لو شفاعة الله دون إن الله نحرسته مركا عن الله يكون شفت شفاعة قف عن الله اتمن ما بين ام الشفيع كرو ملك ام الشفيع كرو صغير ام الشفيع كرو شيدنا ام الشفيع كرو اد كاستو لو شفيعيو وايد الهي دونا انو نخريستو كان شفيعيانا الله دونا انو كراميهو مركا ارينتو غان الله كو جيرتا الله كطلب الله الهو يغو تكو نبي شفيعي او ادو فصحي نبي انو شفيعي وعلم نبي هو بري صلى الله عليه وسلم أشف السحابي السحابي وعلم النبي وابره صلى الله عليه وسلم السحابي السحابي أن يقول إنه يرى هذا اللهم الله شفعه نبي إرقينتك أقبل في يعني أمي إرقينة لأنك إن بالك هاي النبي أويمد إير الله إباري نبي دعاء براء حكمي هذا واحد ترى هذا إله إرقينت النبي إرقينة الله إقبل إله إقبل ساسبه أويمد ساسبه حسن صحيح وحديث حسن صحيح رواه من دوريه وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إني أريغا اختبأت وان كيديي وان كيديي دعوتي بريدي ده شفاعة لأجل الشفاعة إرقين دراديد يوم القيامة ما لم تقيامها أن إرقينا لمن قفنا أن إرقينا ما تبطن من أمتي حالو كميديا لا يشرك حالو سن أو شريك يري
أو سلوا ذاتين بالله الله شيئا شيئا رواه مسلم وري حديث حكوري قيب كله أو حكوري ذي لكل نبي دعوة مستجابة ما بقى صلى الله عليه وسلم يقول ما بقى استوقع له بريا الله أكبر قل سعري ما بقى نحوك إلهي كبري إله قوم كيبوا دينية الله وذوق قرقاس وإلهي هلابي مرك ما بقى استوقع له بريا الله سعري أني تهيدي مرك أدونك كما بريا ما بقى الله هلاب أدونا أردك تاي آقراء ضدك عن شرك يقول عسان ويرقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي لكل نبي دعوة مستجابة نبي كستوى كله بريا أقبله أول سعري فتعجل كل نبي دعوته نبي كستوى بريا دي سوى دك سد ودونك إلهي كبري نبي كستوى نبي يالكور كاملة نبي صلى الله عليه وسلم إني أنيقا اختبأت وان كيديي دعوة بريا دي شفاعة لأجل شفاعة إرجين درتين يوم القيامة ما لنت قيامة أنو إرجين لمن قفير شفاعة نبي يهلا قفك الشركي كبدبال لمن قف أنو إرجين ما تلمطي من أمة أمد إذا حالو كميدي لا يشرك بالله الله حالو سنلو ذا شيء شيئا شيئا رواه مسلم ودي مركا قفك شفاعة نبي محمد دونا وينو الشركي كفو قادر السؤال الثاني والأربعون سؤال شفرتني الله بيضا هل نطلب الشفاعة إرجين ما كدل بينا من الأحياء تتكلم الله ببنانتا حتى يدن ميل موغا حراتو قف عن سلعنا يدن تاسو صوتا ما يكار إنا نور هبل وهبل بنا إيغا حران أنا إيغانا اسمان نقان إلا حضل أو إيغو إرجين ما إيه كارنا ها هو تاسو بنانتا تنهان الدون وفا دن الدون كاغا حرانتا قف كينا ديغا اسمت تقاني قف نول توتلتين تراوان هبل دينك اسبو فيعان إيغا إرجين تاسو بنانتا هل نطلب الشفاعة إرجين تمكد البنائنا من الأحياء ذاتك النولنو الجواب الثاني والأربعون جواب تنفرتن يلا بيضا نطلب الشفاعة إرجين تمكد البنائنا من الأحياء ذاتك النولنو في أمور الدنيا أرمها الدنيا نقد البنائنا قال الله تعالى إلى وغيري من يشفع قفك إرجين شفاعة إرجين إرجين تو حسنة ونكسن إرجين ونكسن قفك إرجين يكون له قفك أسوحة وصمانا نصيب ونصيب نصيبكم منها شفاعة سميدة أجر كيلة شفاعة أجر كيلة ومن يشفع قفك إرقية شفاعة 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 سيئة حن يكون له وحة وصمانا كيف لن نصيب نصيبكم منها دمدك كميدة قفك أدونك مركو تشوق إرقية إرقية ونكسن قف جرر مسكين أسوء أن وحويان وحقب سكري أيه أقول تغي بقى كي ملحويني قاسي رقف كان واجريني أسوء دقاء الملح بلك وحوان لوغا قبواي واروح أقضى مركز ملحويني يرفيسا الله صصار ودن هبن هلقيني هلقو سودو يقفك وارحيست قفكي إرقيني أجر كلي قفك أسوح الله قبت أجر كلي قف حبسي كتير ظلمي كحرا دمي أن إبنا كالقالين ليس كالصو حراي وك إرقيني ورغف كان انا اقا وحدن بيه مقلي هل السود دايو هل السود دايو مومن كاس لو قرقاري وحوين اجروا كيري قفكي مركز شفاعة ونكسن ارقية اجروا كلي قفكي شفاعة قم ارقية ومحون سمية قف مجرم وقف مسلمة ديني ولدولي إلا قصاصه ومضحل انتكتب وريقي وبالك قلي مركز فكي دمي قوح كلي دمي قوح كلي دمي قوح كلي قف قال وكريستان أما يهود علو إسلام ووحوه ينوضن كالسوق وكأرقي وليه قف كان قال وهي يتفمفل شريب بلاي موضو أنا أقا مدحيقها كوداقو بلكها يسكرد حمرو شواه شاسوس وحوه كوطلالا يضطكي شر بلاي بيري مدحي سيونو كوطسو الله أساق كأرقي إن الله إنتو كفري إيا شركي إيا بلايو يا سردوب وفافيريو دبغا سوح كوليه قفكي كيرغي ماركا قفكي وراه كيرغي اجرو كيره قفكي حمان كيرغي دمبيو كيره الى وحي سبحانه من يشفع قفكي ارغي شفاعه ارغي ارغينتو حسنه وناكسن
يكون له حوص منانا النصيب النصيب نصيبكم من حسنة كاملة وأجر كليين أيها كلين ومن يشفع غفك إرقية شفاعة إرقية سيئة تنحن يكون له حوص منانا كيف له النصيب نصيبكم منها سيئة كاملة أي نصيب من وزرها نصيب أيها هلية نصيب كاسم من وزرها شفاعة ذنب كذا كاملة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا إرقية تؤجروا أجر على نكسينا إرقية تتكبعان أن وحقب سكرين تتكبعوا لحظوا وحتى نقف جيرينا ميشان جو وحالله قبط ذاتك جيرينا استويكر وارقف كان وحالله قبط وحويان ذاتك او إرقية عندنا هو ذاقب سكرين قفك حراني محبوسك ظلمي قلو حراني كإرقية أجر إلهي نسيني اشفعوا إرقية تؤجروا أجر على نسيناه صحيح حديث صحيح وحديث صحيح رواه أبو داود أيوري السؤال الثالث والأربعون سؤال شافرتنا الصدحية هل نزيد مسيادينينا في مدح الرسول الرسول كأمانتي صلى الله عليه وسلم سوك إلا أمانا وحق لكن وحل هو أمانا حد قدب وإن الله قدرين حدود إلهي أقلا وإن اللي قدب ما بنانت إلا سيادية مكة وحكي لك سيادية ما بنانا وي هل نزيد مسيادينينا في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم الجواب الثالث والأربعون جواب تفرتني يا صدح أيضا لا نزيد سيادين منه في مدح النبي أمان تيسا قال تعالى إلى وحيري قل له النبي صبنا إنما وحك لما أنا أنيقى بشر بشر أنا هيت لتكساس الشيء بشركم مثلكم يدين كوكلا ماشاء النبي نقال ميديا هاي وإنو بنو آلية نعف إسهو مكيني كرو روب مكيني كرو أبار معيني كرو عذر مقادي كرو عافمات مكيني كرو قبل أن قفك مقادي كرو إلما مصيك كرو قفك جنن ما تجلي كرو نار كما بدبادي كرو تاس ماشي ونقال ميديا هو بشر نمالاس ماشي ونقال دوي هنا ودور شرع الله دورتي وانا قفضل بدنية اللي اكتسان لك جعلية وحويا اد كل فضل ابو مجفت ننعس ورنع وحويا اد كو قير تاجرين قفك بنا عن كأن فيه يا نبي انا وكلم انا نعفي وكيني كرا روب وكيني كرا عبار وقادي كرا مسلم هو قا آيات دانو بني قيب تهوري قفك يرى نبي ما فضل بطنو حق فضل انو الى ميديا هو قال آيات قيب دانو بني marka labada gaalnimo midna ha ku dhicin naaru meel qabow ma lahayn wa ina tiraado nabigu waa bashar sagu roob ma keenin karo abaar ma qaadi karo amaan ma keenin karo calaad ma qaadi karo cudur ma qaadi karo caafimaad ma keenin karo gablan ma qaadi karo ilmo ma keenin karo waa bashar wa ina tiraado waa ilaaha doortay basharka waa nabi asaga basharka u fadli balan illa faad ee lugu ma arko ilaahi baa naga doortay asaga saax ina tiraado wey قول النبي صبرا إنما وحك لما أنا أنيق بشر بشرانا هاي بشركم مثلكم يدين كوكلا فيري تاس وماشو نقال ميدا واتر ماشو نوغد دوية وإلهي الضغط يوحى ولا وحيو دا إلي أنيق الله 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 ملك جبريل الله صدر الله الله دير الوسود دي جيه يوحى ولا وحيو دا إلي أنيق أنما وحك لما هم إلهكم معدود كين إله هذا حق له إله هو إله سو وحيد كرقيس أنا إذا هذا شغلكم اللي معابد الكرو أعدك إذا هذا حق له والله وإله واحد وقال النبي وحيد صلى الله عليه وسلم لا تطروني حكو حد قد بننا أو أمانت إذا حكو حد قد بننا لا تطروني هيقو حد قد بننا مركز يا أمانا إذا هيقو حد قد بننا لا تطروني هيقو حد قد بننا كما أطرت النصارى سيدا كرشتانك وقو حد قد بين إيسانا مريم إيسينا مريم نبي إلهي صدر النبي إيساها ay markay amaanayeen ku xad gudbeen in ilaahay yiraahdeen gaalaysaas ku noqdeen marka di amaanayda hay ugu xad gudbinin fa inama wax kala ma ana aniga abdu adon ilaahi baan adon ilaahi baan ilaada shaqo kuma leeyahay ma caabudi karo fa quluu dhaha marka di amaanayda abdullahi adonki ilaahi wa rasuulu rasuulki ilaahi abdullahi marka tii maxaad ka tabadbaadi xad gudubki ma adan xad gudbin wa abdu nabigu faraa yubad wa adon asiga lama caabudi karo markati wa rasuuluna had ka badbaade in aad nabiga xaqiisi hoos uga dhigto darajada ilaahay siiyay wa rasuulun fala yukadab wa rasuul lama beeri karo lama qiraafi karo wa in la jaclaado la rumeyo la adeeco marka waa inaad labada kalimo isdaba dhigto oo tirada abdullahi wa rasuulu wa adon alle asagu ilaahnimo shaqo kuma leh wa ana rasuulki alle oo ilaahay baa doortay ilaahay baa doortay lama qiraafi karo rawaah al-bukhari hadith ka wariyay al itra'u ku fasira الإطراء هو المبالغة وإن لغو حيال إعراض في المدح أمانت وإن أمانت لغا بطبطي هذا بالفيري قف كيري
فإن من جودك دنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أربع الفيروس واحد قد بي أربع الفيروس وحدودة واحد قد بي وليه أي فإن من جودك داق دا آت بحيدة نبي محمد وحا كميدة الدنيا الدنيا ودارتها آخره الدون يا آخر واحد نعف الله يستعراب به فسيلي نبي قيل إلهي آياتك سودك أولي يقول الله أملك لن قل الله أملك لنفسي نفعا ولا ضرا نبي وحدتك كترى نفتي إذا نعف أمكينك رد ابن أمكينك آيات قرآن بيني إلهي وإنا وحده فإن الله على الآخرة والأولى الدون يا آخر أنك كاريك استكاله إذن الله إذن الله بحكرة مالي مركة قف كاسو أمانت النبي كتلحتك وكفو قيدو كحيال ديرادي وحدك أقول قف كيسيد أسيري واحد قد بوات تغي كاسو الله علمي لك يجري يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجينا من هوية يا زكي المنصبي يا رسول الله يا ويري انت سوى حق رسولك الوية خير كل الأنبياء ويري انت نبيك وخير بنا ايضنا هو حق يا خير كلهم نجينا من هوية نارت هوية قبل بادل أروى بادل وابن نبيك فاطمة بنت رسول قبار نوت على يوري قبار نيدي الدونك وحرفت ايوه دي سمال لكن إلا يكتي صحوة كانت دفاعك كان الدفاع كرنار النفطر إلهي كقضمانت إيمان يا عمر صالح سير كارجو مركا وابنوي وابنوي إلهي وعسني بس كجبي يجيري وهو قبل من جبي ما هن آية ما هن حديث ما هو ورنبي ما هو ورسحاب ما هو ورحة عالم بوسيرني اللي ديجرا جبي ديجرا كوجبي قيم قيم ما ضد كلام كوجبي بيت كهرب بوسوري لي بيت كان ضمن ميت كلام كوجبي ميت كلام كوجبي marka waxa tiraahda waa adoon kilay waa rasuulka ilaahay rawal bukhari wuri al itraa had gudubku huwa al mubalaqatu wa in lagu xeel dheeraado fil madh amant fil madh amant sidaas weeyaa bal fiir ahmed ibn idris oo dariiqada ahmediyada shiiqoodi bal meesha lagaasi bal meesha lagaasi bal fiir qasaayid meesha ugu darana balaayada gaalnimadu taa qasaayidka ugu badan ha shaacirku magta waa qata والشعراء يطبعون الغاو دك باديولي يشعر ذا فراغا قسائد كان واحد دبتشو غاو دك باديولي قسائد كان بضانا بلايا دحت الله كان نظيفة واجرة وقسيدة لكن أكثر كودة بلايا دحت الله وليبا كوة دك الو أمانا بلايا دحت الله وفير بل أحمد بن تريس فاركي أمانا ايه مدد يا شامسون الغربي مدد يا شامسون الغربي ابن إدريس على القدوب أغيث من غاص في الكرب إليه روح إليه مدد قرمت يا جرجار كام يا شمس الغرب قرحت إني قلبيه قلبيه كوحا وين السقا ومراكيا دولة ده وحا وين مراكا اللي ده مغرب مركا قرحت إني قلبيه ليه مركا سيري إني إنا إدريسو وأحمد بن إدريس موقت مدد يا شمس الغرب نار القدم أو جاري درجة القدم لماذا؟ قدم لماذا واحد يكون شاكين أيام ودرجة أوليد أو صحيح أساس يكون شاكية كتابة كأخيان لم يقع دي لي كتابة لقى يا قدم لماذا الدولية أوليد درجة أو صحيح طاي كان ملك كيني كرام ملك كتاب قال لي سود شيء ما كيني كرام وآيات وما هيان حديثنا وما هيان إجماعنا وما هيان شاكو أو تصوفوا لا إلا لقى بقرهم مركز واحد يكون دارين أغيث من غاصة في الكرب قف ألا قفك كربة نح قلب أدو أقرقع أدونك قفك كربة بل سوى قرقع أربع الفير بعض الكأس إنا لله وإنا لله واحد قد بحاس مركة نبغى يان الواحد قد بين ذاتك أن أنت مسلمين تيان الواحد قد بين إلهي إلا رعب سيوي الجهاد جهاد كي يول ولا وليه يول حب مقوم كي هذا محلها هل كان الله قال الجهاد كان قال لا جهاده iyo walaha gargaarka muuminiinta loo gargaaro la jiclaado iyo xubunka in kitaabka Alle iyo sunnada nabiga wax lagu xugmiyo oo aan wax kale wax lagu xugmin al jihadu jihadki gaalada la jeeda iyo walwala oo gargaarka muuminiinta loo gargaarayay oo la jiclaanayay iyo wal xugmo in kitaabka la wax lagu xugmi as su'al ar-rabi' wal 40 su'aasha fartan ya faraya ma xugmul jihad jihadka xugunkiisu muxuu yahay fi sabilillah jidka la lagu jihado
جدك إلهي إن لغو جهاده قرون كيدو مقول ياهي جدك ألي وحالة الدينك ألي نكر نغضو كفر قنا بابه إن لغو جهاده محاي تاريطة شعون كيده الجواب الرابع والأربعون جوابك أفرطن يا أفريا الجهاد جهادك واجب وواجب بالمال مال لغو جهاده مال لبعض إلا قال هذه اللي جهاده هو بالغة هبكي مركع إنكو سيمي أدنى سليم ميدو وينات قدتا مال الغبا ميدا لدو سيادك لغا تضعنطال الربا marka maalka weyn lagu jeedo lagu bax waan nafsi nafta weyn lagu jeedo goobti cadawgi lagu la dagaalamay aad isgeeydo oo naftaada aad geeydo oo naftaada aad gaalka u jeedo walisaani arako weyn lagu jeedo oo gaalada shartooda laga digo xumeentooda la cadeeyo islaamka wareegiisa la cadeeyo wax weyn gaalada ummada laga reebo la nabcaysiyo ilaahi baan nabcaysiyay nabigaana nabcaysiyay in la jaclaada kufri ah in la nabcaada iimaan ah in dadka saas loogu cadeeyo marka saddexda way lagu jeeda al jihadu jihadku waajib wa waajib bil maal maalka lagu jeedo wa nafsi nafta lagu jeedo wa lisan arabka lagu jeedo qala allah ilahu wuxuu ta'ala ila wasareeyahay in firu baha ujiatka baha khifafan halatuk wafdu halata atfuddihi macna dalin yara tawafdu dhaa baqaratku baha ila wafdu dhaa waxa ween waqtiga ciidanka muslimka badan gaalada waxa yar tawafdu dhaa marka atfuddihi baha وثقالا حالتهم كوا الاصبح وعرستح وواب الدقوده وتبر يرتا ودقالها ديرو بحوين ان سفرت كوبو فدود دقالها اد ويا ادو غابد وعليس وقتك كل وعليس مركا علستهن بحا ان فيرو بحا وجاكو بحا خفافا حالتهم كوي فدود وثقالا حالتهم كوي علس وجاهدوا كجهاد باموالكم ماليالكن او حبكي كو غبت او غالد اسات او كبخي جهادك وأنفسكم نففيالكين كتش هذا ونفتين قرطة إسكي عدو قرد الله في سبيل الله جدك إلهي نكتش هذا لتكون كلمة الله هي العليوي دينك علينا قرن قضاء كفرقنا أبابا درت أتش هذا وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين مشركين تقال هذا لكتش هذا بأموالكم ماليالكين كلتش هذا وهمتدي نجهاتك كبعيد وأنفسكم نففيالكين كل جهاد غابت إسجيل والسناتكم عربكين كل جهاد قالوا مكرجودة يشرتودة يحبتودة يحنمتودة يضريق يكون صعدان شرتيس يمكرج الملاك يقمد أو عدي عربك كل هذا قالوا قالوا إسلام كدفاع ووراجيس يينو ضريق فعناية الدنيا آخرة سجل يقول لي بنا قمد أو باق أو عدي وارسينكم عربي لكن كل كذا صحيح حديث صحيح وحديث صحيح رواه ابو داود الوري السؤال الخامس والأربعون سؤال شافرت يا شنيه ما هو الولاء ولم حيه ولم حال يرهده هذا ولا هرت محال يرهده هذا الا وعلى ربا مؤمنين ان لغا ولي دغتو غالبا ان لغا ولي دغا محال ولا جيده مكه ولا هاس الجواب الخامس والأربعون جوابت افرت يا شنيه الولاء ولوه هو الحب وجعلك والنصرة وقرقاك ولا حتى النقشة وكعير يا قرقاك مركا مؤمنين تاوين لغا ولي ديكتو وإلا جعلاده لو قرقاره قال هذا وإنا لغا ولي ديكتو مكو لغاوه وإنا لا جعلاده وانا إنا لو قرقاره دقالك إسلامك دينك إسلامك إيا ضدك دين تاهيستي مسلمين تا دقالك يكولي جيران وإنا لو قرقاره فرقا قالك يا لغا ولي ديكتو معنى دو حيطة يا لا جعلانين dagaalka ay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta kula jiraan yaan lagu gacan siinin waasaas al wala waluhu huwa al hubb wa ja'al wa nusratu wa gaga qala allah ta'ala ilahi wuxuu yiri wal mu'minuna dadka mu'mininta oo ragca wal mu'minuna ragga mu'mininta iyo wal mu'minatu gabadha mu'minatka baadhum gabal kood awliya baad gabal kale walbi ragga mu'mininta gabadha mu'minatka ayaga isjeelo iimaanka isku jeel ayaga isku gargaara saasa raa sifada rabta ha sifada muumin hadaa tahay wa inaad muuminiinta jacayshu una gargaarta wal muuminuuna haga muuminiinta wal muuminaatu qabda muuminaatka baadun gabal kood awriya u baadin gabalka kale jicir yiri u gargaara wa qala nabii wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam al muuminu qafka muuminka lil muumini muuminka xaalisu maade kalbun yaani dhisma oo kale weyn dadigeen shamitada doobada dagaha ayaga isirine doobada kaliya dii meel la dhigo derbi ma noqon karto ma istaagi karto hadii dagax kaliya ismeel la dhigo ma istaagi karo way shabita kaliya dambiyo lagu darin ma istaagi karto kala daadan kala bide markab intaas la isku daray isiriyan
مؤمنين ايغو ماركا اسجعلادان اسكو غرغاران ازاي اودا يالاين ادوغنا وكاد كانيا لكن ايغو داي كلا داتان او غبل غالدا راحو غبل ميل كلا او دحو غبل اسكا سيخدو وخا ايمانيد ان مسلمين تو تبر بيلا ان تبر بيلا ماركا مسلم كو اينو ميد ياهي ادوغنا دينع لغا ودا مرا ادوغنا دينع لغا مرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن نقفك مؤمنك كالبن يعني اسمه أكره للمؤمن مؤمن كالحال أسونا يشد وأكينا بعض اسمه قبل كيس بعض قبل كري اسمه قبل كيس قبل كالات كي بابادا يبقح يبيع يشميطنا ويس أكينا شميطنا سيبرك الوليكي سيبرك ويس أكينا ويس أكينا يشد وأكينا بعض قبل كيس بعض قبل كري رواه مسلم. السؤال السادس والأربعون سؤال شأفرت إياه اللي حيده هل تجوز مبنان تاي موالات الكفار قالت إلا بوردكتو أو لا تشعلاده إياه ونصرة إلو قرقير مبنان تاي قالت إلا تشعلاده دقالك أي كوليتران دين تا إسلامك إياه ضدك مسلمين تا دقالك إلو قعسي مبنان تاي قارب وحيرا دقالت دين تا إسلامك الله دقال ميدا تاسو بيني قرآن كلا بينينا قرآن كموادان أخرين صادو ده ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته الى وقال اليهود يا النصارى رالي كان قمايل الى الدين تضرعوا طاطر على رالي نغيين هذا وابيني حتى تراهو ما يحال نغما لكن لا دغلم الدين لا دغلم ما يانا وابيني حتى القران كيت بيني القران ما دا اخين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. الله سبحانه وتعالى يقول إياه قالوا كسور مياه إنه إن الله تقال مياه إلى الدين تودا قرر على ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم قالوا كسور مياه إنه إن الله تقال مياه إلى أين كأليان دينتين دينتين إلى أين كأليان ما كسور مياه إن الله تقال مياه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إلى يقول إنه نشك إنه قال لنا ملاح نرى قالوا إن الله خبر ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى وقل إيه إنبض أهل الكتاب كما إذا واحد يتعري إيمانك إنك قدال قارع إنك نقطر قارع إنك قدال وحاس إنما كجرت سوى جديد إلى وقل إيه ولا لا يألونكم خبارا لا يألونكم خبارا وحفساد إنك قارع مايا قالوا إن بالدنيا ما لمرت ما لمرت هرمة ما لمرت وناء الله سيد الشيء هذا الروح ترى هذا واحد نلاه ربنا إن بالدنيا هرمة يقاي حتى وبيري قرآن كبيري إلا قرآن كثير ولا قرآن كريم كإله وكله لا يألونكم خبالا وحفظ هذا كجابي مايا ودو ما عنتم نبكي نقالوا تشعليه قد بدت البغضاء من أفواههم عردوا أفكوا كصب ظهر mid gaal oo burundi ka mid ah ciidanka Soomaali joog ka mid ah oo gaal ah hadlay fiir dhacda BBC oo Soomaali gal ga soo deeyay fiir oo muuleeye wariga Soomaaliya nabad gal ka dhacday igu ma jirto 1200 mushar chaf u sistaa huyo 500 gunna u qaata warreed soo intaasan iska qaata barwaaqo kunoolna waa ahay wariga nabad ka dhacdo dad igu ma jirto waa in yar ka mid ah ilaahi weyna hore ma u sheegay tuusan xataa saasnin ana way iska ogni معي الله يري قد بدت البغضاء من أفواههم عرض قال أفكوا ذي كم مقطع وما تخفي صدورهم أكبر أنت عداوت قلبك أي كقرنا يانا كوينا بضا قد بيام لكم الآيات إن كنتم تعقلون دلوح قال إذا وحوينين عدين آيات وينين عدين ناي وإله إلي إلى الغلية هي في آيات كلا إن تمسسكم حسنة تسؤهم هذه وينك إن التابتو نبت جليو عافمات هرمر وحوناك هدو إن التابتو تسؤهم قال إذا وينك جلينا وحو وكمر جايين وان تصيبكم سيئه حمار حتى ان اصيبته ابا اولاد عذر دباته نبت جري الان يفرح بها ويكون فرحيا اله حساسه هذا مره ادو تراهو ان نبت جليده اي ربا بروك واي كنوسين دباته يدا وبين قرانك اد بينيد قف مؤمنك مره كلمه دو كو لاوين كفير صدا او اس اله كلامكيس بيني وا غالنم لبينيا مره وا نوعاس ادو اوغو وين وا كو استدس كانا ايتوبيا وكو كينيا ومرايكان وهير يورو وعدو غاسوي كواسا كاميدا كواسا كاميدا ماركا قفكا وانو اوغادو قالكا انو جعلان وان لا جعلان وحرام
in loo gargaaro oo dagaalka ay ku jiraan loogu gargaaro waa haaraam in la yiraahdo islaam la dagaalamay maayaan waa dalal ha waa beenin quraanka la beeninay in la yiraahdo islaamka la dagaalamay maayaan islaamka la dagaalamay maayaan waa beenin ad quraanka beeniday waa la dagaalamayaan hal tajus ma banaan tahay muwaalatul kufar gaalada in laga wari dhigto la jiclaado waa nusratu in loo gargaaro dagaalka ay wadaan loogu gargaara arintaas uma banaan tahay al jawaab as-sadis wal 40 jawaabta afartan ila hayda la tajus ma banaana muwaalatul kufar gaala in laga wari dhigto la jiclaado waa nusratu in loo gargaara ma banaana la tajus ma banaana موالات الكفار قال الله تعالى ونصرة من لو غرغارو قال الله لا يحيي تعالى الى واسرياه ومن يتولهم قفك كوري دغتا قالدا ايغا جعلادا دينتودا جعلادا او غرغارا ايغا لا صفتا انت صفات دا سميا منكم اذنك اول حاله وين كميدها فانه قفك اسمهم ايغو كميدي هدن كودو مراي ايغو كدي نكونا قفك كفرغا جعلادا ايركيسا جعلادا ugu gargaara dagaalka islaamka ayagii ka mid noqonaa ilaahay waman yatawallahu qofka jiclaada u gargaara dagaalka islaamka kula dagaalamayaan ugu gargaara minkum idinka ma kor xaal idin kamid aha fayna qofkaas minhum ayagii ka mid xaq u mar diinki waa ka tiri wa qala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam in ala bani fulan heer hebel u yiri wa qala qaraabadiisa ma bin qala qaraabadiisa way in ala bani fulan heer hebel wa qara qalaabadi soo gaala laysu bi awliyaai aniga gargaarayaalkayga ma ha aniga ansaartayda ma aha laakin qaraabanimada ku xariiray hadiiska la socota qaraabanimada waa ku xariirina hadiiska waa dheeray waxa kamid ah inama waliya allah wa salihul mu'min aniga waxa ii waliya oo ii nusreeya allah waxa ii gargaara mu'minid ha salaamid hadiis inama waliya allah wa salihul mu'min aniga waxa ii wali ah oo ii gargaara Allah iyo mu'mininta wanaagsan bukhari ku taawo in ala bani fulan reerebel laysu bi awliyaai aniga ansaartayda ma sahihun wahdi sahiha rawa ahmad awli iska bukhari no ku yaalo as-su'al sabi' wal 40 su'al shafartan yatadawaida man huwa al wali wali guyuy wali guyuy weli gaar hadda macnaha kale waxaan halaga la waxtay waa weli ilaahay qof kaala dhig kara qofka ah waa weli ilaahay qofka ah horta weli ilaahay ya fiir adiga man huwa al wali wali ya al jawab al sabi' wal 40 jawabta fartan yatadawaida al wali wali huwa al mu'min wa qofka mu'minka oo qalbiga iimaan uga jiro oo arafka iimaan wa dhawaaqa oo xibnaha ka sameeyna baacadki kaas ah ataqiyu oo alla ka baqa oo xumaanta ka fogaanay al waliyu waliga huwa al mu'minu wa mu'minka mu'minka ataqiyu oo alla ka baqa qof kasto oo mu'minu taqiyo waa wali ilaah yaa u karama badan inna akramakum indallahi atqaakum ilaah yagtiisa waxa inuu kugu karamad qofka uu alla ka cabsi badan dhammaan mu'miniinta alla ka cabsada waa awliya ilaah dhammaantood ha dhammaantood qof muayyana marka kan waa wali ilaahay ma dhig kartid hadaan nabigu cadayn nabigu haduu san cadayn ma dhig kartid sababtoo ah iimaana awliyanimada asal waa qofka qalbiga waa in ictiqaad sax ah uga jira qalbigiina ma ogaan kartid aduu kariya waxaa leedahay qof kasto ilaahay rumeeyo alla ka baqa waa wali ilaahay yaa u karamo badan hadii loo yiraahdo waxaa leedahay in akramakum indallahi atqaakum ilaahaygtiisu waxa uu karamadan ku alla ka cabsiga badan yaa yaqaan فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى نفتينا الظاهرين الىه باقوم بدر الىه باوغال بدن قفكه كبق ها تقنمدو ووخ قلبك كجيره قفكه ما ولا اوغا كرو marka heela dadka u karaama badan qof aan ayadu cadayn oo hadith nabii cadayn awliyanimo adigu uma qiri kartid ma oga kartid muslimnimo allah ka qiri kartid waxa qof kasto oo tawxiidka ku dhawaaqay muslim ah leeb il aamashan dhahir ka islam leeb laakin iimaanku waa wax qalbiga ku jira waa wax qalbiga ku jira kamida mana ogaa kartid hadaan waxii lagu ogaan waxiigina waa go'ay markii nabigu dhintay sallallahu alayhi wasallam nabiga dadkii uu sheegay inay bal waan janna waa hada awliya ilaahay inay ahaayeen abu bakr umar uthman ali afarta khulafa ee raashidiin iyo kuwi kale to sida sa'd ibn abi waqas waxa weeyeen zubayr ibn awwam abdurrahman ibn awf 10 mubashirin bil jama tak ayagoo nool sa'id ibn zayd ku ayagoo nool nabigu jannada ugu bishaareeyay abu ubayda amr ibn jarrah
كواس وحلال وأهل الجنة وأولياء إله وأبي كرت فخاطيره هيدا ما بيعشيله لكن قف عن نبي شيخنا كدم بيجي هو لا ولي إلهي يا كوشير ها سب كوجت إلا ولي نبى الشرط حوا إيمان إنه كتير إيمان كنا اعتقاد قلبي وصحيح كامل ما هذا أولياء كرت قف كان ومسلم ذيك موقت ما هذا ربي كرت وأهل خير خير أهل أولياء وأهل الخير معنيه ها أهل الخير ومعنيه واحد تاني قف كانوا خير أهل أولياء هذا صلاتي وخير صلاتي من كوارك صورة كوارك وخير سكت كوارك وخير قرآن أخلاق أرت وخير قف كان خير إهل وقف عن خير أنكو أركان لهم إلهينا خير ورجل لكن وأهل الجنة ما ديك تقف عن مدقوني وأهل الجنة جنة ماذا إسهل إنو إيمان قلبك وجيره من أغاية كرتين سات جنة أبو قيل بات كان ما بيقول شيئين وما بيقول لهم وأهل الجنة قف كان ما بيقول أهل الجنة لليه لكن قف كان ما بيقول لهم وأهل الجنة ليه ما كرت ما أغاية كرتين أهل الجنة وأول إلهي ما ديك كرت لكن حال أغاية كرتا إسلام لماذا ظاهر كان دي سلام نما كم وقت ومسلم ودي كرتا خير هتو كم وقت واهل خير ودي كرتا لا خير كم وقت ماركا كا غرو وحا كو بناني وحا كو بناناي ال ولي وليغو هو المؤمن والمؤمن كاتقي الله كبغا قال الله تعالى الى واسريا الا براروغ ان اولياء الله الهي اولياديس لا خوف وحبس عليهم كركود ما هن ماركا نفتو كدعدو وحا كهوري ارما اخره كما حبسناي الهي كبد بادين حبسيداس أدونك إسراء عبسانين مد آقل ألا كبد بادنا ألا براروبة إن أولياء الله إله أولياء ليس لا خوف وحبسي عليهم كركو ضم أهاني وعرمها آقل كهر رأي إله كبد بادنا حبسي ديدا ولا هم أنا أهاني يحزنونك واتيران يونا أدونك وحياري وقصتين كواتيران يونا كشان لاي ما نعماشو دي صالحة ضحي وأمره دي قرانا كاتيران يوم يهين مك واكنا إله ماشي أولياء ده الذين وقوي إلهين الذين هم أولياء الناس الذين وقوي آمنوا حقرهم أيين قلبك يكرهم أيين عرفت أورد واقع همه وناك يكسن أيين الذين وقوي آمنوا حقرهم أيين أو كانوا هذين يتقنوا كبخ أولياء الذين شيقة وقوى حقرهم أيين أو ربنا كبخ كوا سوية لا صفو قف كستولة كل مؤمن تقي فهو ولي لله قف كستو مؤمنا او الله كبقى وولي له وولي له وحانا كرامه بدن مدك او الله كعبس بدن يا يقان الله يقان اذنكم استهرين فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى اذنكم نفتينا الطاهرين الله سغا او قمد عيد كبقدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما وحكر ما ولي اني غرغاله الله هو الله وصالح المؤمنين المؤمنين تو وناكس مؤمنين صالحين تا هو اسالي ولي هو أنصار إيه هو سأجعل قفك مركا نبيك جعل راعا وقفك وقف ونعكس صحيح وحدي صحيح وحمد أولي بخاري أولي السؤال الثامن والأربعون سؤال شأفرت لي سيدي بماذا يحكم المسلمون مسلمين تم حي وحكو حكم لي دي الدولة ديهين مسلمين تم حديهين شعب ملدقين ما حيكو كرب حايا marka isqabtaan maxay ku kala baxayaan oo isku xukminayaan taasala raba maxay tasuur ka dhiganayaan yahkumul muslimuna muslimiintu waxay isku xukminayaan bil quraani quraanka iyo wal hadith hadithka as-sahih sahiha quraanka iyo hadithka sahih hadith bi abu ruhun hatama hadith da'if la isku kala xukmiyo ayat quraan iyo hadith sahiha fahm kay ka fahmin sahabada tabi'iyalka a'imatul huda kaasal musuna قال الله له وحده تعالى الى واسر اياه وان يحكم ما بقى صوبان او كلا حكم بينهم ذلك الحيودة بما دينك يكون كلا حكم انزل الله ألا سودة شيء دينك ألا سودة شيء وآيات قرآن الحديث الى وحده سبحانه قال الله له وحده تعالى الى واسر اياه وان يحكم حكم ما بقى صوبان او بينهم ذلك الحيودة بما دينك انزل الله الله سودة شيء دينك ألا سودة شيء وحكم حكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم قلت النبي محمد رمى يسمى وينو دريقي السمراء وقال النبي صلى الله عليه وسلم عالم الغيب هو الله عالم الغيب وحمقا ومدك أب وشهادة وحدتك أمه ومدك وحدتك كقرصون إيا وحدتك أمه لربب الله عالم الغيب أنت عالم الغيب وحمقا مدك أغاتا وشهادة وحدتك أمه مدك أغاتا أنت تحكمك لحكمية بين عبادك الضمضاء إلهي إلهي أدقى حاكم رواه مسلم وري العمل اللي قدقنا بالقرآن قرآنك إيه والحديث حديثك
هل كان مسألة ما قال الله هذا لا قرآن كي حديث كي نقول بقمه لماذا شيء برتيس يقول يا أنزل الله ألا أسودك القرآن قرآن كحال أسودك بواحد أسودك إن أنت الله أخري الله شمية ما الله تقول أنت أسكرية لو مسودك إن الله أخري ألو أسودك لكن كريم ما واح كلا وهلي وإن الله أخريه وإن عني سلوك تدبره وإن لغوك حرون تملغ بقمه ألا أسودك السؤال 49 سؤال شافرتني يا صغار أيضا لماذا شيء درس نقول يا أنزل الله الله أسودك القرآن قرآن الجواب 49 جواب شافرتني يا صغار أيضا أنزل الله الله أسودك القرآن قرآنك للعمل به اللغة تقمى اللغة عمل فلا اللغة عمل فلا قفك شخص لك عمل فلا قيسك كو عمل فلا دولتك عمل فشو بماندتك كو عمل فلا قال الله إله يحرر التعالى الله واصر إياه اتبعوا الراء ما دينك أنزل لسودتي إليكم حقين لسودتي من ربكم حق ربك لسودتي دينت لسودتي حق ربك لسودتي راء أي رأس قطعم اتبعوا الراء ما دينك أنزل لسودتي إليكم حقين لسودتي من ربكم حق ربك لسودتي ساس إليه إليه مارك إلا راء لقطعم إليه لسودتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن قرآنك أقرية وعملوا به كعمل فلا فيري إلا أقرية ولا سودجي إلا عمل فلا ولا سودجي اقرأ أقرية ما اقرأوا القرآن قرآنك أقرية وعملوا به كعمل فلا ماكي ميلا تدكو سكوية مادو ليرا كتابك إلهي وحوين هاللغو الرقم قارنوا في سدين هالوح إليهن وذات وعدك بسايدك الله وارمات سيدك كريا لو سودجي دريقة حافيسك مساجدك سوق كل وإن كتابك الله اللغة الرقم ما يقول حليه اقرأ القرآن قرآن كأخرية وعمل به كعمل فلا ولا تأكل به وحكونا لنا هاكونا لنا قرآن كقراب له بسودك إنه تكون قرابته وعضو أخرى ذكريه أدو حكوه شنو إنه تكون قرابته ومال أدون أدكو كسبته ساس له بسودك إنه ساس يليننا صحيح من حديث صحيح ورواه أحمد أوري والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.